يقول السائل: إذا أحرم الولي بالصبي الصغير وحمله حال الطواف، فهل صحيح أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الطواف يقع عن المحمول وهو الصبي لا عن الحامل؟ حسب النية، يقولون حسب النية، إن نوى الطواف عن المحمول صار عن المحمول، وإن نوى الطواف عن نفسه صار عن نفسه، حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه يقول يحمل الطفل ويطوف به ويصح الطواف عنه وعن الطفل، يصح عنه وعن الطفل المحمول، لأنه لا دليل على أنه إنما يقع عن الطفل وهو عليه أنه يسعى بعد ذلك. نعم.